دلوقتي هنبص على حاجة تانية في فلاش اللي هي التايم لاين. التايم لاين هي الطريقة بتاعت فلاش في ان هو يعرض الجرافيك. يعني احنا عندنا فريمز على وقت، يعني عندنا انيميشن بتتحرك في وقت، فعشان نحركها لازم تبقى موجودة على تايم لاين او على خط الزمن. التايم لاين هو الجزء اللي فوق ده. التايم لاين اقرب حاجة ممكن نبسطها بيه اللي هو شريط السينما. شريط السينما انت بتشوف قدامك الفيلم وهو شغال، وبتسمع صوت بتاع البروجيكتور من ورا. شريط السينما عمال بيمشي قدام النور فالصورة تتعرض. شريط السينما تقريبا بيعرض 24 فريم بير سكند او اكتر شوية، ممكن لحد 28. الفيديو حوالي 27-28. فلاش بيسيبك تحدد الفريم ريت، يعني ايه؟ احنا هعرض كام فريم من دول في الثانية الواحدة. طيب ابسط حاجة ممكن نبص عليها الجزء ده، هو بيقول لك انا دلوقتي في فريم واحد زي ما انت شايف المتر بتاع التايم لاين واقف عند فريم واحد. هو فعلا هنا عند فريم واحد. لو رحت هنا تمام، لو خدت المتر حطيته هنا تمام، هنا بقى عند 15. طيب الجزء اللي بعده اللي هو ده فريم ريت. الفريم ريت زي ما قلنا فريم بير سكند تمام. لو احنا عايزين نعرف الجزء اللي اتعرض دلوقتي هياخد قد ايه بالظبط، هما 15 فريم على 12 فريم بير سكند، يعني اول 12 هيبقوا في اول ثانيه، هيبقى 1.2 سكند. طيب ايه تاني ممكن نبص عليه؟ التايم لاين بيقبل لايرز، يعني يقبل طبقات، يعني ممكن يبقى في عندنا اكتر من تايم لاين بيلعبوا مع بعض او بيتحركوا مع بعض في وقت واحد. لو عايز اوريك تايم لاين ممكن يكون ايه اللي موجود جواه، لو هنكليك على انسرت لاير كده هيروح حاطط لنا لاير تانية فاضية. لو انا عايز اتاكد فعلا انا في انهي لاير، بص روح على اللاير اللي احنا كنا شغالين عليها اللي هي لاير واحد، واعمل لها شو وهايد اول لايرز تمام. لو هتكليك عليه هيخفي كله، لو هتكليك هيظهر كله. اللاير اللي انا مش عايزها اخفيها، او ممكن كمان اعمل لها لوك. لما اعمل لها لوك رغم ان انا دايس عليها اهو تمام مش عايز اتحرك. طيب نسيب اللايرز دلوقتي ونبص على الكانفاس نفسه، الجزء الابيض ده. الجزء الابيض ممكن تتحكم في السايز بتاعه والسيتنجز بتاعته وكل حاجه خاصه بيه. اول حاجه احنا مع الفايل سايز بتاعنا ده، انا هدوس دلوقتي اف 4 تمام. ده الحجم بتاعي زي ما قدامك انت شايف اهو تمام. ممكن يكون اكبر من كده، ممكن يكون اصغر من كده، زي ما انت عايز. هرجع ادوس اف 4 تاني هتظهر لي البانلز، هكليك على الجزء ده اللي هو بتاع السايز تمام. هيبتدي يظهر الدوكيمنت بروبرتيز. الدوكيمنت بروبرتي ممكن تقدر تتحكم فيها في الجزء التالي، التايتل بتاع الدوكيمنت دي، الديسكريبشن. الديسكريبشن حاجه مهمه جدا في المرحله دي، لان زمان لما كنت بتبقى حاطط فلاش كونتنت على الويب، يعني زي ما اتفقنا قبل كده في الفايل تايبس، في الجزء الاولاني بتاع الفايل تايبس، ان احنا بيبقى عندنا كونتينر اللي هو الاتش تي ام ال فايل، بيبقى جواه السويف فايل اللي هو الملف اللي احنا بننتجه بفلاش. لو دلوقتي احنا ساعات بنفتح ويب سايت بيبقى كل اللي فيها فلاش، يعني هو الكونتنت بتاعته من دوكيمنت لدوكيمنت لدوكيمنت، ما فيهمش اتش تي ام ال خالص غير الصفحه الاولانيه، وكل اللي جاي بعد كده بتبقى فلاشات بتنده على بعض. يعني الصفحة الأولانية ما بتتغيرش، وكل اللي جاي فلاشات عمالة تنده على بعض، تنده على فيديو، تنده على سكرينات تانية. فالجزء ده موجود من أول فلاش 8 اللي هو ديسكريبشن. لو أنت حطيت ديسكريبشن هنا، الويب سايت بتاعك رغم إن هو ما فيهوش غير صفحة ويب بيج واحدة بس، لصفحات كتير، لما هيجي حد يدور على الويب سايت بتاعك، يعني جوجل لما هيجي يدور على الويب سايت بتاعك هيقرا
الميتا داتا. الميتا داتا دي جزء بيبقى موجود في ال HTML، وكمان من اول فلاش 8 الميتا داتا بقت موجوده جوه سويفت، والسيرش انجن الكبيره اللي هي جوجل وياهو وامازون بيقدروا يدوروا في السويفت فايل. يعني السويفت فايل اللي هي هتبقى على السيرفر بتاعك هتبقى مقروءه بالنسبه للسيرش انجن. دي حاجه مهمه ما كانتش متوفره قبل كده، ودي بتفرق كتير قوي مع الناس اللي بيشتغلوا ويب ديزاين. الدايمنشن تمام بالبكسل. البكسل هي وحده قياس خاصه بالكمبيوتر، لكن ممكن تعدلها ان انت ممكن تخليها انش وسنتيمتر ومليمتر تمام. بس خلينا مع البكسل لان انت كل الرسومات بتاعتك هتبقى بالبكسل. نيجي هنا بقى للفريم ريت. زي ما احنا ما قلنا الفريم ريت حاجه مهمه قوي. الفريم ريت بناء على الفريم ريت بتاعك هتبقى سرعه الانيميشن بتاعتك. يعني انت مثلا لو عامل انيميشن بتتحرك من يمين الشاشه لشمال الشاشه وعايز تمشيها وانت بتعمل الانيميشن بتاعك، حسبت الفريمز بتاعك ان انت هو هيعمل مثلا 40 فريم بير سكند، مثلا عايز تعمل 40 فريم تمام، وانت ظابط هنا على 12. يعني ال 40 فريم بير سكند دول هيتقسموا تقريبا على 3، يعني في خلال 3 ثواني بس الانيميشن بتاعك هيخلص. فانت لازم تعرف الفريم ريت بتاعك. افضل فريم ريت مايكروميديا بتنصح بيه من 8 ل 12. انا بنصحك ممكن تزوده شويه مثلا ما بين ال 18 او ما بين ال 15 وال 20 علشان الانيميشن تبقى كويسه شويه ما تبقاش بتقطع. حاجه ثانيه لازم تعرفها ان على قد الفريم عدد الفريمز بتاعتك هيبقى البروسيس او هتجهد البروسيسور بتاع الفيور بتاع الناس اللي هيعرضوا الانيميشن بتاعتك، والفايل سايز هيكبر كمان. فاعمل حسابك ان كل حاجه لازم تكون متظبطه وان انت تست الشغل بتاعك كتير. نبص على ايه تاني. اول حاجه ممكن نغير دول نخليهم 850 في 400. اوكي كده انا عندي الفريم بقى 850 في 400. هروح هنا اقول له شو فريمز تمام، بقى دي مساحه الشغل بتاعي. نقدر كمان نغير الباك جراوند بتاعه الكانفاس نفسه نخليها جراي مثلا لو انا عايز اعمل الفيلم بتاعي جراي. الفريم ريت ممكن نخليها 20 مثلا، يبقى انا كده عندي 20 فريم بير سكند. يعني لو هعمل انيميشن لازم اعمل حسابي على ان انا بتحرك ازاي. نرجع تاني لدي زي ما انت شايف اخذ ال 20 اللي هنا. ممكن تختار الباتن ده اللي هو ميك ا ديفولت، يعني كل مره هتفتح فيها ملف جديد هتفتح فلاش دوكيمنت جديده هيبتدي يعمل لك السيتنجز اللي موجوده هنا، ان كل مره هتبقى 850 في 400، الباك جراوند كولر هيبقى رصاصي، الفريم ريت هيبقى 20، الرولر يونت او حجم وحده القياس اللي هي البكسل لو اخترت ان انت تعمل ميك ديفولت كل مره هيبقى زي المره اللي قبلها. فانت كده ممكن تحافظ على الحجم بتاعك والشيب بتاعك من بروجكت لبروجكت او من فايل لفايل من غير ما تفتكر انت كنت بتعمل ايه. تعالوا نبص على حاجه ثانيه المره الجايه.